السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من الحلويات الشرقية كده اللي كلنا بنعتمدها في رمضان وهي البسبوسة. هنعملها كده النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكم وقت خالص، ولكن كده فيها تركاية كده مهمة جدا هقولكم عليها في الفيديو. ولكن قبل ما ابدأ كده في الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا ابرار ثروت، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير. يلا بينا بقى نشوف البسبوسة الرهيبة دي وازاي اخدت اللون الحلو ده وكل التفاصيل وايه هي التركية. يلا بينا على الفيديو. بالنسبة لدي السميد او دي البسبوسة، فانا استخدمت 2 كيس من دي السميد او دي البسبوسة يعني الجاهز. انا بستخدم الاكياس الجاهزة دي، وكل كيس بيعمل حوالي 400 جرام. بالكوباية كده قدرتهم، طلعوا حوالي 4 كوبايات ونص. تقدروا برضو تجيبوها كده فرط او سايبة يعني، وتقدروها بالكوباية حوالي 4 كوبايات ونص. هجيب بقى كده طبق تاني واحط فيه 1/4 كوباية من جوز الهند، والكمية دي تقدروا تزودوها او تقللوها على حسب قد ايه انتوا بتحبوا جوز الهند يكون باين في البسبوسة. لكل كيس من البسبوسة ده انا بضيف له 1/2 كوباية من الحليب، وانتوا تقدروا طبعا يعني تعملوا كيس واحد او الكيسين زي ما انا عامله. وبعد كده هضيف عليهم 1/4 كوباية من الزبادي اللي هي الحجم الصغير اللي انتوا شايفينه ده، وهقلب كل المكونات دي مع بعض. هجيب بولة تانية كده وهفضي فيها بقى دقيق البسبوسة بتاعي. زي ما قلتلكوا دول عاملين 4 كوبايات ونص. طبعا دقيق البسبوسة الجاهز بيبقى عليه سكر، لو انتوا جبتوا دقيق السايب او الفرط فضيفوا عليه 2 أو 3 معالق من السكر على حسب يعني الرغبة او على حسب احتياجكوا فيه قد ايه هو عايزينه يبقى طعمه مظبوط. اخر حاجة هضيفها وهي 1 كوباية كبيرة كده من السمنة. انا بستخدم السمن البلدي او استخدموا اي نوع سمن كده يكون ريحته حلوة. وبايديكوا بقى وهتبسوا كده دي السميد او دي البسبوسه في السمنه كويس جدا. الخطوه دي مهمه قوي ان انتوا تدخلوا كده السمنه في كل حبات البسبوسه. هجيب بقى خليط جوز الهند على الحليب وعلى الزبادي، وهنبدا بس ندخله كده في البسبوسه بتاعتنا. انا مش هعجنها كتير يعني، مش حابه ان انا اعجنها كتير، يا دوب بس هتختلط مع بعضها وتديني القوام ده على طول هوقف يعني، يا دوب بس هدخل فيها كده المواد السائله. هنا بقى هجيب صينية عندي كده، طبعا تستخدموها مدورة او مربعة مستطيلة زي ما انتوا حابين. اهم حاجة كده تدهنوها دهنة كويسة جدا من السمنة او الزبدة ايا كان اللي هتستخدموه، وبعد كده تنزلوا فيها البسبوسة بتاعتكم بايديكوا بقى كده، وابداوا ظبطوها كده في الصينية علشان توزعوها كويس. حابين تعملوها اسمك من كده تبقى ادخل من كده شوية تقدروا تصغروا الصينية، حابين تبقى رفيعة فاعملوها في الصينية زي اللي انا عملتها كده بالظبط. الكيس الواحد من البسبوسة اللي انا مستخدماه هنستخدم له صينية مقاس 26، فانتوا بقى ظبطوها انتوا زي ما انتوا عايزين. اهم حاجة كده قبل ما ببدأ احط عليها المكسرات بقسمها بس بالسكينة كده يعني تقسيمة رفيعة جدا على شكل مربعات علشان اعرف احط المكسرات بتاعتي. هبدأ احط كده شوية من اللوز، وتقدروا طبعا تحطوا اي مكسرات متوافرة عندكم، ولو مش موجودة وعايزين تعملوها سادة كده اعملوها هتبقى برضو طعمها حلو. ولكن انا هعملها كده شبيهة شوية ببتاعة المحلات يعني علشان يبقى شكلها حلو. هحط كمان شوية من البندق المتكسر كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هعملها مربعات يعني مربع كده من اللوز ومربع من البندق لحد لما اعمل الصينية كلها بالشكل ده. المفروض ان الفرن بتاعي يكون سخن مسبق على درجة حرارة كده 200، بحطها في الرف الاوسط تاخد السوى المظبوط بتاعها يعني تاخد تحميرة حلوة من تحت ومن فوق. وهنا بقى تيجي التركية اللي قلتلكوا عليها، هتديها اللون الذهبي الحلو وهتديها طعم رهيب يا جماعة. الشربات بتاعنا هنكرمله السكر، ودي بالنسبة لي كده تركية حلوة جدا وهتديكوا البسبوسة لون وطعم زي الجاهز بالظبط. في طاسة كده وحطيت 2 كوباية كبار من السكر، وهحطهم لحد لما يبدأوا كده يتكرملوا من تحت، واول ما اشوف اللون العسلي ده ظاهر من تحت هنبدأ على طول بالمعلقة كده ونقلب. اهم حاجة في الخطوة دي اننا ما نكرملش السكر زيادة عن اللزوم او ياخد لون اكتر من اللي انتوا شايفينه ده، يمكن كمان هو افتح من كده في الحقيقة، الكاميرا هي اللي مدياله اللون الغامق ده. اهم حاجة ان الكراميل بتاعنا يكون لونه فاتح خالص، يدوب ياخد اللون العسلي الفاتح وعلى طول ننزل ب 3 كوبايات من المية. طبعا اول ما بتنزلوا بالمية الكراميل بيتكتل، بعد كده بيبدأ يدوب زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. واخر حاجة هضيفها باكت من الفانيليا، ويدوب بس ياخد 2 أو 3 غلوات على النار 5 دقايق بس
ويمكن 2 3 دقايق مش اكتر من كده، وبقفل عليه على طول. في وقت ما البسبوسة بتاعتي كانت في الفرن انا كنت بعمل في الشربات علشان الشربات بتاعي يكون سخن والبسبوسة تكون سخنة. هنزل بقى بكل كمية الشربات بتاعتي على البسبوسة بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا تقدروا تطلعوها لونها اغمق من كده او افتح على حسب ما انتوا بتحبوها لونها عامل ازاي. اهم حاجة تتحمر كويس من فوق ومن تحت، وبعدين بعد ما بسقيها الشربات بتاعي. الفرن بتاعي بيكون خلاص اتقفل ومفيش اي نار، ولكن بحب ادخلها كده تقعد حوالي 10 دقايق بس في الفرن تتشرب الشربات بتاعها، وبعدين بطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتطلع بقى شاربة كل الشربات واخدة لون حلو من فوق ومن تحت. الشربات المكرمل ده يا جماعة مديها اللون الذهبي الرهيب اللي انتوا شايفينه ده، تحسوا كده ان احنا جايبينها كده من محل حلويات، يعني مش عاملينها في البيت خالص. حبيت بس افتحها معاكم كده واوريكم شكلها عامل ازاي من جوه، كلها واخدة نفس اللون مفيش اي تغيير خالص. اهم حاجة بس بعد ما تسقوها كده بالشربات دخلوها بس الفرن وهو سخن كده 10 دقايق. طبعا الفرن بنكون قافلينه يا جماعة، ما بيكونش شغال خالص، هو على حرارة الفرن بس بتبدأ كده تاخد وتدي كده في الشربات بتاعها وتطلع لكم بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان انتوا تجربوها، ومتأكدة لو جربتوا البسبوسة بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني انا ابرار ثروت، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وباي باي، اشوفكوا فيديوهات كتير جاية.